مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ديلاين. اليوم رح نعمل جاتو بالتمر المطحون. هالجاتو ما في سكر أبدا، النكهة الحلوة رح تجي من التمر ومن عصير البرتقال الطازة. بنصحكم تجربوا هالرسات مشاهدينا، طيبة مع الشاي أو مع القهوة. بنبدأ أول شي بالمقادير. عنا 6 بيضات، عصير البرتقال نص كباية، 3/4 كباية تمر مطحون، 2 أو 2.5 كباية طحين منخول حسب ما يكون الجاتو رطب، منقلل أو منزيد طحين، مي نص كباية، زيت نباتي نص كباية. هون عنا سكر بنكهة الفانيل، برش حامض، ملعقة كبيرة من بودرة الحليب، وفيكم تستخدموا الحليب الخالي الدسم، بيكنج باودر ملعقة، رشة ملح ورشة بيكربونات، وكرمال حط مطيبات بهالجاتو. حبيت حط هون شوي من المحلب ومن حب الهيل المطحون والقرفة. أول شي بدنا نطر شوي عجينة التمر بقلب مكنة لحتى نقدر بعدين نحطها بالجاتو وما تكبتل وتجمع بمحل واحد. منزد لها عصير البرتقال الطبيعي، ومنطحنها شوي صغيرة. بدنا نخفق البيض منحط البرش والفانيل. أول ما يبلش البيض يفتح لونه مشاهدينا بيكفي هالقد، لأنه البيكنج باودر هو رح يخلي الجاتو يرفخ، والبيض أكيد لما يتعرض للحرارة. منزيد التمر يلي طحناه على البيض، هيدا التمر أنا ما طحنته قطع كتير صغيرة لحتى يضل طعمة التمر ظاهرة بقلب الكيك. منكمل نزيد المكونات الرطبة مثل الزيت
والماء نخلطهم كلهم مع بعضهم مع التمر. المكونات الجافة لازم تتخلط لوحدها على جنب مع بعضها. كل باقي المكونات اللي ذكرناها بأول حلقة الجافة بنحطها فوق الطحين. نخلطهم شوي تياخدوا بعضهم. سر نجاح الجاتو مشاهدينا هو دايما لما بنخلط المكونات الجافة مع بعض والمكونات الرطبة مع بعض لازم نسكب المكونات الرطبة فوق المكونات الجافة ومش العكس لحتى البيض ما يتكسر، ولما بنحطه بالفرن للجاتو يرفخ بطريقة كتير مظبوطة وما يرجع يهبط. بنخلط المكونات رطبة مع الجافة منحضر القالب يلي بدنا نسكب فيه الجاتو، ومنكون كمان محامين الفرن على درجة 180 حامي كتير منيح قبل بربع ساعة من ما نحط القالب بقلب الفرن. نخلطهم مع بعضهم كلهم ليتجانسوا. عم جرب على مهلة أخلط لحتى دخل الهواء بقلب عجينة الجاتو ويضل من بعد الخبيز فلافي. بكمل أخلط بالسباتول حتى أتأكد أنه كل الطحين دخل بقلب المكونات وشرب من عصير البرتقال. الريحة كتير بتشهي خصوصي هالمطيبات اللي حطيناه هون كلها بتلبق مع هيدا الجاتو. منملي الجاتو لحتى يكون على نفس المستوى بالقالب حتى يرفخ كله مع بعض. ومنتأكد بهيدي الطريقة انه نحنا عم نمسده من كل الميلات. منحطه بالفرن بين 30 و 40 دقيقة. على الدقيقة 30 منجيب كوردان ومندخلها بالجاتو بالنص
لما بتسحبوها لازم تكون جافة وناشفة، معناتها انه الجاتو استوى. هيدا الجاتو من بعد ما برد قلبناه حطيناه بجاط التقديم وبدنا نزينه. اخترت شوية طحينة كرمال نزين فيه هيدا الجاتو، وبصفير انا عملته في شي مرة بنعمل حلقة وبقلكم كيف. هيدا قشر البصفير مع القطر وبينطبخ فيه وبيتبرد، ورجعت قطعتهم هيك لزين فيهم الجاتو. كمان هون في اورانج كاراميليزي، كمان نفس طريقه البصفير تقريبا عملتهم، بلح كبير، سمسم اسود وابيض. خلينا نبلش هيك بالسكين لانه بينزل خيط. نحط طحينة شوي شوي هيك مثل كأنه هي صوص، ما منكتر منها. الطحينة أصلا هي طيبة كتير هيك تتاكل مع هالأنواع من الكيك. بعد شوي ومن ميلة تانية بنستعملها مثل كأنه عم نلزق عليها مكونات يلي بدها تزين الكيك. منحط داير مدار الكيك البصفير، بدي احط تقريبا 3 ل 4 حبات من البلح بالنص. وبجيب الاورانج المكرمل بحطه حده هيك شوي واقفين تعطي شكل. على اللون الأورانج برش سمسم أسود، بزيادة، وعلى التمرات الكبار بحط لهم سمسم أبيض. هيدا جاتو التمر مشاهدينا، بتمنى تجربوه. ألف صحتين.